دكتور احمد، ازاي حضرتك؟ انا اهلا يا استاذ محمد بحضرتك والساده المستمعين. حضرتك قريت البوست اللي انتشر النهارده؟ لا لا لا، ولا قريت ولا عايز اقراه، لان ده انا يعني دي مش اول مره على فكره. كان قبل كده حصل، وبرضو لو تفتكر ايام الانتخابات بتاعت رئاسه الجمهوريه ثالث يوم نفس الكلام، ونزلت بوستات ما تنزلوش ما تعملوش ما تسووش. طبعا كان واضح ساعتها انه عايز محدش ينزل الانتخابات المره دي، هو بيرعب، هم عايزين يعيشوا المصريين في رعب على طول. ادي القصه كلها، لكن طبعا ده كلام فارغ. ويعني اتمنى ان فعلا اللي بيعملوا الحاجات دي يستطيع ان يتقبض عليهم ويتحاكموا. طيب دكتور انت ما قريتهاش، انا معلش اسمح لي استحملني اقرا لك اول ثلاث سطور. كاتبيني بقى شيروا ضروري جدا يا جماعة، لو سمحتوا حاولوا توصلوا البوست ده لأكبر عدد ممكن قبل يوم الاثنين علشان الناس تنتبه وتاخد بالها. ننسى السيول اللي حصلت في القاهرة وركزوا في اللي جاي. يوم الاثنين هتبدأ تزيد سرعة الرياح على مصر، خد بالك اللي كاتب بلغة الأرصاد، وهتتأثر بعاصفتين رعديتين الاثنين أشد من بعض. أول عاصفة هتعمل حاجتين، واحد هتضرب سواحل مصر وهتبدأ بدميات الإسكندرية بورسعيد دمنهور المحلة كفر الشيخ مرسى مطروح، لكن اللي هيتأثروا بيها اولا دمياط وبورسعيد، والوضع هيبقى سيء جدا جدا في مرسى مطروح ورياح قوي. انا مش هكمل بقى، ده الموضوع طويل قوي صفحتين. ده كلام فارغ، لان هي اساسا حاله عدم الاستقرار بدأ من الغرب، الاقصى ساحل الشمال الغربي، يعني يبدا من السلوم، سيدي براني، مرسى مطروح، اسكندريه، من بكره تخش على الوجه البحري والقاهره، وتبدا بعد الظهر بيكمل على جنوب شمال وجنوب الصعيد، ثم شمال وجنوب سيناء، والجزء الباقي من السواحل الشماليه الشرقيه، يعني اللي هو دمياط والصعيد العريش الصفح، يعني اللي هو حتى التقسيمه اللي قايلها ما هيش تقسيمه علميه، لان الحاله دي جايه من اقصى الغرب، مش جايه كده بتنقي محافظات بمزاجها عند هو كاتبها. طيب الناس بتسأل يعني اللي حصل هيتكرر ولا هيبقى أقل حدة ولا أكثر حدة؟ أقل حدة بكتير، أقل حدة اللي حصل خاصة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة، دي أمطار متوسطة. الوجه البحري والقاهرة أمطار متوسطة وقد يكون هناك برق ورعد، محدش يقلق. ده من بكرة يا فندم ولا من بعد بكرة؟ إن شاء الله بكرة وبعد. بكرة وبعد يعني يومين فقط. يعني ما نقلقش، لأن طبعا دي هو ده تفريغ كهربي نتيجة ان في شحنة ان هواء بارد وهواء سخن، فعامل شحنة قلبه شحنة مجابة، فده اللي بيعمل البرق والرعد، محدش يقلق منه. اما بالنسبة لي درجة الحرارة هتبقى كام تقريبا؟ مع ذلك درجة الحرارة بكرة تبقى 38، يعني في 9 درجات في الحرارة. درجة الحرارة بكرة 38 على القاهرة. بالنسبة لي المحافظات الصعيد زي اسيوط سوهاج هنا وايضا شمال وجنوب سيناء، دي هتبقى وثلاث جبال البحر الاحمر، دي هيبقى عليها امطار قد تصل لحد هل مصر تغير مناخها بحيث انه لم يعد هناك حدود بين الفصول يا دكتور احمد؟ يعني احنا دخلنا في الربيع فجاه لقينا الصيف هجم بحراره، فجاه لقينا مطر، ثلاث فصول في وقت واحد. يعني انا مش هقدر اجاوب على السؤال ده الا لان دي اول سنه احنا في هذا الكلام، وعلشان تقدر تحط توصيف جديد للمناخ في مصر على الاقل بعمل دراسه على من 30 ل 50 سنه. طبعا ده لسه يعني احنا ما نقدرش نقول مجرد دي اول سنه هل هيستمر هذا الكلام ولا لا، لان هو عموما في تغيرات مناخيه اثرت على العالم كله ومنها مصر. طيب النهارده كنت حضرتك حاضر مع الحكومه غرفه العمليات، وقيل انه الحكومة مستعدة لأي حاجة خصوصا السيول في المناطق بتاعة السيول. ايه اللي حصل في الاجتماع وكيف يكون هذا الاستعداد؟ طبعا احنا كان من ناحية الأرصاد الجوية هي الاخطار بالتنبؤ وما سيحدث من أمطار ونشاط للرياح. حضرتك عضو في غرفة العمليات الحكومية دي؟ لا، أنا استدعيت حضرتك للاجتماع مع معالي رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الري ومعالي وزير التنميه المحليه. طبعا كل واحد ليه شغل معين، ف معالي رئيس مجلس الوزراء وقف على كل واحد هيعمل ايه من ناحيه الشغل بتاعه. ايه اللي قالوه يا فندم في الاجتماع؟
ما انا قلت لحضرتك الاتفاق على كل جهه هتعمل ايه في حاله لما تكون امطار شديده في الجائب. يعني انا عليا بس ان انا حضرتك حددت لهم مناطق السيول بالضبط كده والتنبؤ بتاعي وان هو يوصل للمحافظات وقت مناسب وايه اللي هيحصل بالضبط. العين السخنه هيحصل فيها سيول؟ هي منتظر ان كل ان اغلب المحافظات المحاطه بالجبال ان قد يحدث عليها سيول. تمام، بشكرك جدا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد المصريه.